أكد وزير الموارد المائية الاتحادي مهدي رشيد الحمداني عن تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الجانب الإيراني لقطعه المياه التي تصب في الأنهر العراقية. جاء ذلك خلال زيارته لمشروع قناة البدعة الذي يواصل العمل فيه والذي يزود مدينة البصرة بالماء العذب. يعني حقيقة احنا اليوم في زيارة إلى مشروع الأنابيب لمشروع البدعة في الجزء الحرج الذي أقره مجلس الوزراء، وتم الحمد لله تأمين التخصيصات الخاصة بهذا الجزء. اطلعنا على طول الخط على مسافة 60 كيلومتر من البصرة إلى محطة البي اس 4 هذه اللي احنا الآن واقفين عليها، الآن أعمال اللي راح تكون أعمال البناء هذه المحطة. اطلعنا على كافة مفاصل العمل، إن شاء الله ستصل الأنابيب في نهاية هذا الشهر أو الأسبوع القادم من الشهر القادم. سيتم عملية تم تهيئة الأرض تماما، أعمال الدفن، التسوية، الحفر على طول القناة. بالتأكيد هذا راح ينهي معاناة أهلنا في البصرة من ناحية تأمين المياه من المياه العذبة. نقل المياه بالأنابيب هي وحدة من إجراءات التحول التي عزمت الوزارة على استكمالها، مسألة النقل المياه بالأنابيب فيما يخص مياه الشرب، أيضا التحول من الري المفتوح إلى الري المغلق، أيضا نقل المياه إلى المزارعين عن طريق الأنابيب. وهناك عديد من المشاريع تم تنفيذها في مختلف أنحاء العراق، ونعمل على تنفيذ العدد الأكبر إن شاء الله خلال الفترة القادمة. للأسف خلال المبالغ التي تم تخصيصها خلال قانون الدعم الغذائي كانت مبالغ مخيبة للآمال بالنسبة إلى وزارة الموارد المائية. للأسف اللجنة المالية ومجلس النواب لم يراعي أهمية الأمن المائي في موضوع الأمن الغذائي. يعني كنا نتوقع أن موضوع قانون الأمن الغذائي ينعكس على الأمن المائي وتؤمن تخصيصات تكون كافية. قدمت مذكرة احتجاج للجانب الإيراني على عملية عدم إطلاق الحصة المائية للعراق وتحويل مجاري الأنهر، وطلبنا أيضا من الوزارة الخارجية أيضا تقديم مذكرة احتجاج على الجانب التركي، لأن هناك معلومات وردتنا من جهات رسمية عراقية تشير إلى أن هناك بعض الأعمال في موقع سد الجزرة. هذا السد هو هذا السد حقيقة سيؤثر تأثير